السلام عليكم. الاسم الياس بيا، لاعب منتخب الوطني لذوي الاحتياجات الخاصه. فالحمد لله الشعور ديالي لا يوصف انك تشارك مع منتخب الوطني لمبتوري الاطراف. فحققنا واحد النتيجه ايجابيه. كنا كنطمحوا ان نديو الثالثه ولا الثانيه ولا ربما الاولى، فما كتبش لحسن تجربه المنتخبات العريقه اللي كانت مشاركه معنا، وصراحه يعني عندهم وزن ثقيل. حنا كاول مشاركه ديالنا حققنا 5، فبالنسبه لنا هذا انجاز كاول مشاركه لنا، والحمد لله يا ربي بالعمل ديالنا وبالمثابره ان شاء الله غادي نزيدوا بهذه الكره للقدام، ولما لا ان شاء الله باش ما نكونوش من المنتخب الاوائل. فاحنا ال50 ان شاء الله، ومن هنا 4 سنين ما تقدرش تعرف، وكل شيء مكتوب ان شاء الله يا رب. تلقيت الدعوه ديالي ان مع اتحاد طنجي ذوي الاحتياجات الخاصه، الفريق ديالي اللي هنا في المدينه كنلعبوا، فالحمد لله الشعور ما يتوصف لكش. يعني كيعيط لك المنتخب الوطني وبعض الصعوبات اللي كتيستي وبزاف ديال الحاجات باش انك تقبل في المنتخب، ما كتجيش غير باش انك تكون لاعب منتخب، يعني خص يكون فيك بزاف ديال الشروط كتكون باش انك تكون لاعب المنتخب. فالحمد لله كان لينا مراد، ماشي غير انا، لا جوج دراري معايا حتى هما ما كانش مكتوب لهم انهم يكونوا معايا هنا، ولكن كنهضر بسميتي وبسميتهم باسم الفريق ديالي وباسم المنتخب الوطني. فالحمد لله واحد الشعور لا يوصف من اللي عيطوا لي. اش غادي نقول لك؟ السر التالق كيرجع للجروب الدراري ديالي اللي كانوا في المنتخب كاملين، كيرجع في ظل واحد عاد كيجي عندي انا، حيت لولا هما ما كنتش غادي نكون انا. والحمد لله سر التالق يعني كيكون عندك واحد الهدف خاصك تانسيستي عليه وتمشي عليه باش انك توصل لواحد المرتبه. فبالنسبه لي انا باقي كنحس براسي بلي انا وصلت، فهذه غير البدايه، وان شاء الله يا ربي باقي عندي طموحات كثير لما لا الاحتراف ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله ما يكون غير الخير. اجمل لحظات واقفص لحظات، يعني ديما خصك السلبي والايجابي. نبداو باحسن لحظات، هي ملي غلبنا ايرلندا ب0، واقفص لحظه هي ملي خسرنا مع البرازيل وبطرنا مع ايران، دوزنا كاحسن ثالث. كنا خوفانين بزاف، يعني حنا عندنا امكانيات باش اننا نواجهوا جميع المنتخبات، ولكن كتجوز كاحسن ثالث كطيح مع احسن الاولانيه الارجنتين، والحمد لله كنا خوفانين منها، ولكن ملي غلبناها ب4-0 خدينا واحد الثقه كبيره بزاف. ومهم بزاف ديال الحاجات كاينه الشعور الاول اللي كيكون خيبه الامال، يوم بزاف ديال الحاجات ما نقدرش نوصف لك. وبالنسبه لي كاحسن شعور هي ملي غلبنا البرازيل على المرتبه ال5، كنا كندافزو بين ال5 وال6، ملي غلبناهم 2-0 فرحنا بزاف. فالصراحه انا ما كنتش متوقع ان هذا الكم الهائل غادي يكون حاضر هنايا، فيحسن لي الشرف، وكنقول لهم شكرا بزاف على الدعم ديالكم ليلي، وهذا الشيء هذا اللي عملوا لي كيزيدني حافز باش اني نزيد نقدم اختار من هذا الشيء اللي كنت نقدمه حاليا، وكنقول لهم شكرا بزاف والله يخطيكم عليا، وبكم تما غادي نوصل ان شاء الله. طموحات ان شاء الله يا ربي كنحاولوا اول حاجه نفكروا فيها هي الاحتراف ان شاء الله يا ربي، وجاونا عروض وكنناقشوا ونشوفوا ان شاء الله اللي غادي يكون احسن عرض هو اللي غادي تكون هو اول احتراف ليلي ان شاء الله. رساله اخيره كنقول لجميع المغاربه ان هذه الرياضه هذه خصها يعني اهتموا بها وعطيوها الحضن الكافي كيف ما عاطين جميع الرياضات. فاحنا الصراحه كنحتاجوا الدعم من احسن من اي واحد، او يعني كل واحد عنده فئه ديالو، ولكن حنا كنضحيو بزاف ديال الحاجات. شحال من واحد كيتفاك، شحال من واحد كيتهرس وعنده رجيله وحده، يعني صراحه معاناه وبزاف ديال الحاجات، ولكن عندنا واحد الحلم خصنا نوصلوا له، كنكافحوا ونتبروا. وقبل من اي حاجه بغيت نقول يعني ما تشوفوناش حنا واصلين لهذا الشيء يجيب لكم الله باللي كنخدوا الفلوس ديال الدنيا ولا شي حاجه، والله العظيم لا شي حاجه بسيطه اللي اقل واحد يقدر يديها يخدم غير في نهار يديها، ولكن الحمد لله عندنا واحد الهدف خصنا نوصلوا له. وكرساله اخيره للمسؤولين كنقول لهم مو بهذه الرياضه هذه باش ان شاء الله تزيد للقدام. السلام عليكم. السحالي نزهه، الكاتب العام للاتحاد الرياضي الطنجي لذوي الاحتياجات الخاصه. المهم عندنا الشرف كبير اننا الفريق الجمعيه ديالنا كتحتوي على 3 ديال العناصر مهمه اللي شاركوا في المنتخب. هذا شرف لينا وشرف كبير، وكيعني باننا حنا الجمعيه ديالنا مناضله وخدامه، لان هذا الثمار ديال العطاء ديالنا الحمد لله يا ربي، وبفضل هاد الوليدات وفضل الله سبحانه وتعالى ان حققنا المهم الرتبه ال5 عالميا، الثانيه افريقيا، الاولى عربيا. هذا نتيجه كتبين بان الحمد لله هاد الرياضه غادا للقدام ان شاء الله يا ربي، بالقوه ديال هاد الوليدات والنضال ديالهم والعزيمه ديالهم الحمد لله يا ربي، وانهم كيعتمدوا في الدرجه الاولى والاخيره على نفوسهم، ما كيعتمدوا على حتى شي واحد، كيعتمدوا على نفوسهم في الدرجه الاولى والاخيره. وكنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والله يوفقهم ويزيدوا يخدموا ان شاء الله ونزيدوا نعطيو. باقي عندنا فئات، باقي عندنا الدراري، باقي عندنا بزاف، نتمنوا ان شاء الله نزيدوا نعطيو، الجمعيه ديالنا تعطي اكثر ان شاء الله يا ربي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.